طبعا المباراه النهائيه امام منتخب اسبانيا، المباراه تكون بكره ان شاء الله. هيختتم النهارده المنتخب بقياده المدير الفني الاسباني طبعا، يعني الجدير طبعا والمدير الفني القدير فعلا باروندو استعداده لمواجهه اسبانيا في المباراه المقرر ليها ان شاء الله بكره الساعه 5:30 مساء غدا الاربعاء. زي ما عارفين صعد المنتخب الوطني الاول لرجال كره اليد بقياده مديره الفني الاسباني روبرتو غارسيا باروندو لنهائي دوره العاب البحر المتوسط رقم 19 اللي بتستضيفها زي ما عارفين مدينه وهران الجزائريه من فتره 25 يونيو لغايه 6 يوليو الجاري. زي ما عارفين تاهل الفراعنه للمباراه النهائيه دي بعد الفوز على المنتخب المقدوني بنتيجه 34-20. وشاهد اللقاء ده تالق اكثر من لاعب بصراحه، بنشوف منتخبنا الوطني وقت يعني على راسهم الجناح اللي كان متالق في هذه المباراه محمد سند واللي كان هداف اللقاء برصيد 8 اهداف، وكان منتخبنا قدر كمان ان هو يصعد لنصف النهائي بعد طبعا تصدره للمجموعه الاولى فيما احتل المنتخب طبعا المقدوني المركز الاخير. عايزين برضو نتكلم ونطمن وصفه المجموعه عفوا الثانيه، ده كان المنتخب المقدوني. خلوني برضو